يا ميزان، في عندك هروب من شيء، شيء انت خايف منه، حاجة متوقع مثلا متوقعة انها تحصل وبتهرب منها، عملت حاجة غلط وخايف حد يأنبك، في حالة هروب، واللي هو لو اتواجهت هتواجه بعنف شوية، فبتفضل الهروب لأنك مش عايز تواجه، لأن لو اتواجهت هتكون مواجهتك عنيفة شوية. أنا بنصحك أو التارو بينصحك، واجه، ما تهربش، بس واجه بدبلوماسية، حاول تحل الأمور بهدوء وبالراحة، وبإذن الله كل شيء هيتحل. زي ما قلنا الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة، مشاعره متزنة، والمزاج يعتبر معتدل، ما فيهوش تقلبات كتير، المزاج إن شاء الله معتدل. وكمان الكارت ده بيدل يا ميزان انت لو في علاقة فالعلاقة كمان متزنة، يعني ما فيهاش اكستريمز، ما فيش مثلا عطاء بزيادة، ما فيش او مثلا بعد او قسوة بزيادة، كل شيء متزن. يا ميزان في شخص بيحبك، انا ما اعرفش يعني، كل واحد على حسب حالته، شريكك اللي معاك بيحبك جدا وعايز يقدم لك، عايز يقدم لك حاجات كتير، يعني نفسه يقدم لك كمان اكتر من اللي هو بيقدمه لك. اللي لسه مش في علاقة، فدي علاقة جديدة، في شخص هيقرب منك هيعرض عليك عرض، يعني هيقدم لك شيء. في كلتا الحالات حاجة حلوة جدا جدا جدا. الحالة المادية يا ميزان فيها تحسن ان شاء الله، تحسن كويس قوي، ده 10 of pentacles. العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وبتهنيك على الخير الحمد لله اللي جالك ده، والتطور المادي اللي انت فيه ده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الأيام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان، مسيطر على الوضع، بتاخد قرارات شديدة، قرارات مهمة وقرارات مصيرية. ننتبه للموضوع ده، لو قرار مصيري نخلي بالنا، لأن في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة، مش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي. خلي بالك من النصايح اللي بتتقالك، ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم بأي خطوة، بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصيرية زي ما احنا بنقول. في خوف، ما فيش شك، في حاجة مخوفاك، في حاجة قلقاك، النوم عندك مضطرب شوية، قلقان، في قلق. في هنا كمان، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، احنا وصلنا 3K، انا مش مصدقة ازاي وشكو حلو عليا كده، ايه الجمال ده، 3K، الحمد لله يا رب. الكارت ده بينم عن الخير، في خير جاي لك، جاي في اتجاهك انت وجاي لك بسرعة شديدة. الخير ده يا ميزان ممكن تكون عملته في حد ودلوقتي بيرجع لك، الخير ده ممكن يكون حاجة انت كنت منتظرها من فترة، عملت مجهود جامد فيها، بذلت فيها مجهود شديد وما اخدتش المردود بتاعها في وقتها، دلوقتي هتاخده ان شاء الله، جاي لك المردود ده قريب جدا. المطلوب منك The High Priestess بتقول لك لازم تقرب من ربنا الفترة دي، تتعبد كتير وتتكلم مع ربنا. في أسرار كمان عندك يا ميزان، واضح ان في أسرار، خلي بالك لا تتفشي في كمان. الكارت ده بيدل على ان السر بيتفضح، اما انت هتعرف سر عن حد قريب منك او سر ليك انت هيتعرف. خلي بالنا الموضوع ده مهم جدا. ذا ماجيشن، الساحر. الساحر ده نهاية وبداية، يعني في شيء بينتهي، مرحلة بتنتهي وبتلحق بيها مرحلة جديدة على طول. المرحلة دي انت اكثر خبرة فيها. الساحر ده معاه ادوات كتير جدا زي ما بنقول، معاه العصا ومعاه الكوبايه والكوين، معاه كل الاربع ادوات المهمين في حياتنا، ففرصك كتير يا ميزان هتعرف تستغلها كويس، لان عندك الذكاء وعندك الادوات انك انت ازاي تعرف
تستغل الفرص دي لمصلحتك انت. وده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحالة المادية دي. نركز ونصحصح ونشوف الفرص ما نعديهاش ونعرف نستغلها كويس. نلخص القراءة: محبوب من حبيبك يا برج الميزان، حبيبك بيحبك بجد حقيقي ونفسه يديلك حاجات كتير جدا. الناس اللي مش مرتبطين في علاقة، في شخص هيتقدم وهيكلم وهيبوح بالحب بتاعه. في هروب من حاجة يا ميزان، لو بتهرب من حاجة بليز واجهها، وواجهها بصورة بطريقة منطقية وبهدوء من غير عنف، حتى لو كنت غلطان مفيش مشكلة. بلاش اسلوب قلب الترابيزة اللي هو علشان يعني خدوهم بالصوت ده، لأ. لو غلطان اعترف بغلطك، واللي قدامك اكيد هيغفر وهيعدي الموضوع عادي جدا. حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا، اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هذا الكائن ده بينصح نصايح مش كويسة. ما بنقولش ننحيه، لا، خليه موجود، بس اي حاجة اقولها لك عيد التفكير والنظر فيها. ادي القراية الاولى، الحمد لله حلوة جدا يا ميزان، ما شاء الله. مش باين عندي سفر، مش باين عندي اي حاجة من الحاجات دي، بشكرك يا هالة. انما اللي يهمني الحاله الماديه الحمد لله انها متطوره، وزي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا اكتر الفتره دي. حتى على سبيل الشكر على الحاله الماديه اللي بتتطور دي، الحمد لله ربنا يزيدكم ان شاء الله. وشه حلو على الناس، والله فعلا يا نونا وش احلى مره، اعلى ارقام شفتها في حياتي، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. ميزان انا بموت فيكم، انا كل يوم هقول ميزان كل يوم. ياسر: if you don't speak Arabic I'm afraid you won't be able to understand this live, but you're most welcome here. بس your name looks Arab يعني اكيد you understand. يا ديمو هلو حبيبي. لا لا ده النهارده لازم هنقول قرايتين مجانيه مش واحده، اثنين. اوكي، والاسامي اللي هيختاروهم ولاء واحمد هم اللي هيبعتوا لي الاسامي. يا روشا اي لاف يو مور، حياتي تسلمي لي انت. اوكي تمام. هقول الحوت طبعا يا محمد، الحوت هيتقال ان شاء الله قريب جدا جدا. الناس اللي انضموا لينا جداد للصفحه منوريني، اهلا اهلا بيكم. بليز اعملوا فولو وشير، قصدي فولو ولايك للصفحه علشان ما يفوتكوش الفيديو اللي جاي. الحوت هيتقال اني تايم ناو، يعني ممكن خلال الاسبوع اللي جاي ده. بليز علشان ما يفوتكوش الفيديو اعملوا فولو للصفحه. انت زي كده والله كنت بتقولي الحمد لله يا رمز، الحمد لله كويس جدا. يعني بيحبوا فعلا. منا ارتاحي يا منا، ريحي شوية. ريحي يا منا شوية، ما هو يعني احنا ما اختلفناش على كده، ما هو بيحب فعلا. هنهزر، دي جميلة قوي يا شكرا. يا رب يخليكي يا سهام، تسلمي لي حبيبتي. يا فعلا عشان غلط ركبه. ايوه يواجه ويبطل هروب. طيب تعالوا نشوف الحاله العاطفيه بقى للميزان اخبارها ايه. لا 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 انا مش مصدقه احنا قربنا على 4K، انا مش مصدقه. لا 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 انا عايزه اوصل 4K، ماليش دعوه انا عايزه اوصل 4K. يلا شير 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 كمان، بس مش كتير قوي عشان محدش يحصل له بان بليز والنبي. لا خلاص خلاص خلاص، خلينا كده الحمد لله حلوه قوي قوي قوي. طيب الحالة العاطفية المرحلة الأولى من برج الميزان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي انتي بالذات، ها، تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. اوكي، الميزان عايز ايه؟ الميزان متكتف يا جماعة، بصوا عامل ازاي، متكتف مش عارف ياخد حركة ولا خطوة. ليه بقى؟ خايف، السماء مغيمة، مش شايف قدامه، هو مش شايف قدامه الخطوة اللي جاية دي
هل هتبقى صح، هل هتكون غلط. فهو قرر ان هو يقعد مكانه ما ياخدش اي خطوه. قال لك مش هتحرك، بس هو متضايق من الوضع اللي هو فيه ده، نفسه الحاله دي يخرج منها. 4K الله اكبر، واللهم صل على كامل النور. انا مش صدقه نفسي يا جماعه. لا احنا لازم نحتفل، لازم نحتفل بجد. شكرا بجد، شكرا، بحبكم قوي بجد. هنا بقى في مشاكل بالهبل بالهبل، عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها، مش قادر يرفعها حتى من على الارض، فوق حتى مستوى تحمله، فوق ما هو يتحمل. نفسه برضو في مساعدة، عايز مساعدة من الشريك، واخد بالك؟ Queen of Wands ده الميزان شايف شريكه كده. Queen of Wands دي هو مش ضروري تكون دي، ممكن يكون ده. Queen of Wands ده شخص قوي، شخص عاقل، شخص بيتحمل مسؤولية، شخص جدع، بيشوفه شخص جدع من الآخر. وعنده عطاء، بصوا ماسك ورده، يعني عنده الاثنين، ماسك عنده الحاجتين، عنده الحنان والحب، وعنده القوه الاثنين مع بعض. ففيش احلى من كده. شايفك بصوره حلوه جدا يا ميزان، قصدي انت يا ميزان شايف شريكك بالصوره دي. الطاقه ما بين الميزان وشريكه هدف، في هدف هو انتوا بتسعوا ليه، انتوا الاثنين. وعايز ومش هترتاحوا غير لما توصلوا له. الناس دي لو هم متجوزين فالهدف ممكن يكون انتوا اعلم بيه. المهم ان انتوا الاثنين على نفس الصفحه، انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحه، هدفكم واحد. شريكك بقى يا ميزان حاسس بخساره، حاسس ب تقل على كتافه، وحاسس ان هو مهزوم وخسر، خسر شيء كبير جدا. نفسه في حاله ماديه احسن، ممكن يكون دي حاجه كمان من الحاجات اللي مأثره عليه، انه نفسه حالته الماديه تكون احسن. وشايفك ازاي؟ شايفك اساس قوي جدا، اساس ممتاز، بس محتاج شغل. في حاجات موقفة الموضوع، في حاجات لازم تشتغلوا عليها انتوا الاثنين مع بعض. في شيء هيحصل الفترة دي، دي حالة انتصار. العلاقة دي هيحصل فيها حاجة، يعني مش عارفة اقول، هي فرحة عامة.